هل يجوز الطعن بقرار مجلس الوزراء حول حل مجلس المحافظة؟ يتم الطعن بصحة عضوية أعضاء المجالس المحلية والمجالس البلدية أمام محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن نطاق اختصاصها، في حين يتم الطعن بصحة عضوية أعضاء مجالس المحافظات أمام محكمة الاستئناف التي تقع المحافظة ضمن نطاق اختصاصها. اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لأنها تستطيع، لأن الأردن يستحق، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.